رجعنا معكم بالقسم الأخير من نقلنا المباشر من وسط مدينة جونية بمهرجان بنص جونية، ودائما مع معالي وزير بدي أقول لك معالي وزير الشباب والرياض، لأنه عندك بالإذن من الحاج محمد فنيش مع وزير السياحة بديسكي دانيا، يلي نحن وياه أيضا عم نحكي عن الرياضة وعن السياحة بهذا المهرجان، مهرجان بنص جونية. اليوم بنص جونية كيف فينا نطوره أكثر على المستوى الاجتماعي أكثر وأكثر من خلال وزارة السياحة التسويق الخارجي؟ تعرف بعدني اليوم كنت أنا وعم بحضر البارت صباحا عم بقول نحن إذا بنعمل رزنامة لكل هالأسواق أو لكل هالمشاريع أو لكل هالنوايا من المهرجانات بالتنسيق مع البلديات، فينا نحن بالاتفاق مع التور أوبريتورية اللي عم تشتغل معهم بالخارج نبعثهم البروغرام، وبالتالي السائح بحد ذاته يلي بهمه يكون موجود عم بيتسوق وقت اللي فيه مهرجان، يعني عم بيتسوق ليلا نهارا بداية، وعم بيبرم على المناطق يلي فيها النوع من التسوق ومن المهرجانات، وعم بيقعد بالأوتيلات مظبوط. بنطلعه من بيروت، هلا ما رح يزعلوا أصحابنا من بيروت، لكن بنخرجهم من بيروت لأنه مفولين ببيروت، الكثافة موجودة ببيروت تتقدر تشيل السائح تجيبه. هلا شارم بيروت ما فينا نختلف عليه، بس مختلفين غير موضوع، بس نحن بدنا نقول في شيء يقعد له يومين، بدنا نعمل تنمية لكل المناطق بنفس الوقت، وإذا فعلا اجوا قعدوا يومين ثلاثة بجوني أو بأي منطقة بكسروان أو بجبال أو بعلي أو شو بعرفني بالبقاع ببعلبك أي مكان إن كان، لأنه في شيء بالزيادة للإقامة والأكل والشرب عم بيتقدم لهم، إيه وقتها بتصور إنه ممكن نعمل هيدي السياحة على مدار على مساحة لبنان وعلى مدار السنة. قبل هيدي مفروض نعممها. قبل ما نكون مع تتويج بعد شوي لسباق التريتنوم عليك، اليوم يقال انه في عنا تقريبا حوالي 12 او 15 مليون متحدرين من اصول لبنانيه، قدرتوا تقنعوا من هالملايين الملايين غير الراسماليه الكبار يلي عم بيجوا على المؤتمرات ويلي بيجوا بيزوروا مره او مرتين بالسنه لبنان، قد ايه عم تقدروا تقنعوا الشعب العادي الدياسبورا العاديه اللبنانيه الموجوده بالعالم ترجع تجي تشوف جزورها؟ بعتقد بنا كثير تنكون واضحين، الجهد منه كثير كبير. انا خليني اقول الجهد الكبير عم بيقام من وزاره الخارجيه على 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 الدياسبورا معينه. خليني اقول لك انه نحن لما بنقول عدد السواح يعني عدد اللي بيدخلوا على لبنان ما بناخذ بعين الاعتبار اللبناني يلي هو بيكون عم بيدخل بباسبور اللبناني. اليوم لما عم بحكي مثلا انه في عنا لحديت هلا 1,135,000 سائح، بالاضافه لهم في اكثر من 2,000,000 لبناني دخلوا، ممكن يكونوا لبنانيين قصرا او مؤخرا، ممكن يكونوا لبنانيين وممكن يكونوا مغتربين، لكن المغترب بيبين من اذا بدك حاجه ما معه باسبور هيدا اللي ما عم ناخده نحن. لكن اليوم عم نحاول نلاقي مش عم نحاول نلاقي، بدنا فورمولا نشتغل على نلاقي طيران لهالدول، لانه نحن عم نحكي عن امريكا الجنوبيه يعني ببرازيل وبامريكا الجنوبيه ما في طيران مباشر، هيدا عائق ويمكن قسم منه منهم الاغنياء، يعني هلا ما ضروري يكونوا اغنياء يكون اذا بدك يدفع المبلغ الكبير، لكن هلا في تعاون بيننا وبين البرازيل مع وزير معالي وزير التجاره الخارجيه حسن مراد ومع سفاراتنا بالبرازيل وبالارجنتين ومع السفر اليوم يلي تم تعيينه والملحقين الاقتصاديين، برافو عليك، تنقدر نلاقي شركات تقدر تروج للمنتج، لانه الفكره هي شو؟ فكره انه حدا يعرض عليك يقول لك انت قادر تروح على لبنان بهيدا السعر بهيدي الطريقه، حتى اللي تقدر انت تتعاون، هيدا اللي تقدر تلاقيه بدك تتعاون معهم، والتعاون مكلف لكنه كلفته بسيطه كثير، يعني احد الشركات اللي حاولنا نشتغل معها يلي بتسفر 5 ملايين حدا بالسنه، كلفه الدعايه معهم كانت 60,000 دولار، بيدفعوا هن النص ونحن النص، 30,000 دولار مبلغ زهيد جدا، لكن بظروفنا نحن يلي ما كان في موازنه بالاضافه ما كان فينا نصرف مصاري ما قدرنا نعملها، هيدي الاشياء البسيطه اذا عملناها على القليل اللي اخذ قراره يجي بده يجي، بس اللي مش اخذ قراره يجي او يمكن منه عارف حتى في البعض راح بيفكر يجي لهون ليش لا، يمكن حتى بالاذن منك كمان اليوم يمكن حتى بدك تحكيه بلغته البرتغاليه او الاسبانيه عزيز. اليوم يحكي مشان هيك نحن خرجنا مؤخرا عدد كتير كبير من الادلاء السياحيين اللي بيحكوا برتغيز وبيحكوا اسباني وبيحكوا روسي وبيحكوا صيني تنقدر نعطي اكتفاء لهالناس. وخليني اقول هون المقامات الدينية اللبنانية الكنائس والجوامع
هي كمان عم بتبادر عم تستقبل او عم تستدعي او عم بت... لانه عم بتجرب تجيبهم عم بتجيبهم انتخابيا يمكن مش انتخابيا. هلا في اكثر من رعيه جايبه عدد كبير من الشباب الرعيه اللي بالبلدان وانت حتى لو يجوا قضوا 10 ايام 15 يوم او 200 شخص من هون 300 من هون بيعملوا شغل. وبالاذن منك معاليك هلا كنا عم نحكي نحن والاميرال عن لبو الشغوري البطل اللبناني بالفورمولا 3 يلي عم يشتغل وعنده دور اساسي بالمطرانيه المارونيه اليوم بساو باولو او بالريو بالريو بعتقد المطرانيه المارونيه اليوم عندها تقريبا وفد 200 شخص. الكنيسه الروم الكاثوليك عندها وفد من 1000 شاب وصبيه رح يجوا من دول عربيه على لبنان. الكل عم بيشتغلوا على الاغتراب لانه عم بيحاولوا يرجعوا يردوهم على جذورهم. نحن فينا نستفيد منه لانه هودي الشباب والصبايا قادرين يتحولوا لسفرة لنا بدولهم مجرد ما راحوا حكوا عن البلد. اليوم مع احترامنا وتقديرنا الكبير لاصدقائنا العرب يلي عم يجوا على لبنان، بالبدايه كان في عنا المصار والعراقيه بعدين دول الخليج، اليوم هل لبنان عم يقدر يقنع السائح الصيني العظيم اليوم؟ وربما السائح الهندي اللي بتعرف انت شو عم بينعمل اكتيفيتيز بكل المناطق ما رح نسمي الموضوع، والسائح الياباني يجي على لبنان، انت بتعرف الاسواق الباريسيه والاسواق البريطانيه كلها عايشه عليها. هن عم بيغزوا، نحن اليوم عم نشتغل شغل جدي على السوق الصيني وفي عندنا سفره بنهايه اشهر عم بيعتنوا يجوا على لبنان، عم بيحبوا لبنان. ليك شو الفكره اللي وصلنا لها؟ نحن دعينا على مرحلتين 20 تور اوبريتر و20 تور اوبريتر. اذا بدك المحصله النهائيه بالنسبه لهم كانت انه لبنان ما ممكن يكون وجهه وحيده للسائح الصيني، بدنا نعمل كومبايند بين دولتين وبالتالي بمرحله او جوله من صح سو عم نحاول نلاقي دول نشترك نتعاون نحن وياهم في طيران مباشر بينهم وبين الصين، يجوا كم يوم عندهم بيرجعوا بيجوا كم يوم عندنا ويرجعوا. مشان هيك طالعين على الصين تنشوف مع القيمين على السياحه سورية. أردن، دبي، أبو ظبي، يونان، هودي دول المنطقة المتوسطة يعني بيجي على اليونان خمس أيام بيرجع بيجي لعندك ثلاث أيام بيرجع وبيسافر بيروح على دبي وبيكفر. هيدا بده شغل وبده جهد وبده ترويج بس عم نشتغل عليه. يعطيك ألف عافية معالي الوزير. بعتقد إنه مش بس بدك وزارتين، العشر سنوات مقبلة لازم تضل الوزارة بعهدك تقدر تعمل كل هالنشاط الكبير يلي عم بتقوم فيه لهلا. كل الناس فيهم خير وبركة أكيد، ممنونك ميرسي كثير. شكرا معالي الوزيرة بديسكي دانيان، شكرا لكل الأصدقاء. أميرال بعدك عم بتتابع معنا السباق الأخير، سباق الجيتسكي بالترياتلون يلي عم بصير بهاللحظات. للأسف ما رح نكون مع عملية التتويج، الوقت انتهى بهذه اللحظات. شكرا للشيخ جوان حبيش، لبلدية جونية ولكل الأصدقاء يلي كانوا عم بيساعدونا بهذه التغطية. شكرا لكل أعضاء المجلس البلدي بجونية يلي مثل ما سمعنا وقعدنا معهم وعرفنا منهم عم يضلوا ليلية للساعة 3-4 الصبح وعم يرجعوا يقوموا من عبكرة على أشغالهم، لأنه بالطبع كل واحد بلبنان بيشتغل أكثر من شغلة وبيرجعوا بعد الظهر بيرجعوا بيكونوا موجودين بنص جوني ليلة وبكرة بنص جوني وحتى خارج المهرجان فيكم تضلوا ترجعوا تجوا يوميا على كسروان على جوني وتقضوا وقت بنص جوني. هذا كان كل شيء، نرجع نلتقي الليل مساء بتقرير حول هذا الموضوع الرياضي المميز ومواضيع أخرى. Shit hot, cause everybody wanna dance on non-stop.